تلاميذ متوسطة خربوش محمد بأولاد ميمون بولاية تلمسان يستعدون بكل حماس للمشاركة في مسابقة علمية داعبت الإدارة على تنظيمها تحضيرا للامتحانات. في كتابتها أول مرحلة هي وضع الأقواس ثم زائد أو فاصلة. نبدأ بالشاردة الموجبة وهي هنا الشاردة الثنائية ثم الشاردة الثانية. بل هي شاردة الثور رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بمناسبة تفوقي في الدراسة يعود الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فلولا لما قدمت مستوى جيد. ولا ننسى أساتذتي الكرام الأفاضل الذين قدموا مجهودات وسيروا الليالي من أجل نجاحي، ولا ننسى والدي الذين قدموا جهودات ووقفوا معي في السراء والضراء. المسابقة تخللها تكريم الأساتذة المتقاعدين والتلاميذ المتفوقين، وما زاد النشاط جمالا تكريم التلميذات التي ارتدينا الحجاب. عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتعرف بنفسي هلالي كوثر من متوسطة محمد خربوش. الحجاب جاتني بمساعدة الطاقم التربوي لمؤسستنا وأساتذة تاوعي ووالدي الله يخليهم لي. في مؤسسة تاعنا متحجبين وداروا كشغل اليوم كاع داروه كشغل كاع قرروا يديروه. هي قررت أنا ندير بمساعدة أهل تاعي. إن شاء الله يا ربي كاع في كل المؤسسات يديروا حجاب. أنا حجاب سترة، والله ربي يبغي السترة. وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد، تزامنا مع الاحتفال العالم الوطني لليوم بيوم العلم المصادف 16 أبريل، تحتفل مؤسسة خربوش كغيرها من مؤسسات بهذا الحفل، وخصصنا لهذا الحفل تكريم المتفوقين من أبنائنا خلال الفصل الأول والثاني، وكذلك تكريم مسابقة أجريناها خلال شهر رمضان لحفظة القرآن الكريم، وكرمنا 3 الأوائل والربعين المشارك كلهم مع بعض. حضرنا قوائم جوائز قيمة، كما كرمنا بعض التلميذات اللائي احتجبن. إدارة المؤسسة تؤكد أن الغاية من هذه المسابقة تقوية ملكية الحفظ لدى التلميذ ومساعدته للتحضير الجيد للامتحانات.